هلا عندنا اول شيء طبعا زبده طريه بحراره الغرفه، راح اضيف عليها سكر البني والسكر الابيض. ايوه. وراسا راسا راح انزل عليهم برش الليمون عشان يبلش هيك يتنكه مع الزبده. تمام. راح اخفقهم مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بحب برش الليمون كثير بكيكه الليمون او بكوكيز الليمون، بحب يكون مبين. راح انزل عليه البيضه، بيض، فانيلا، الفانيليا، النكهات، النقاط، نقطة ليمون ونقطة من نكهة اللوز. يلا بسم الله. الطحين ضفنا له حليب الباودر من المراعي، شوفوا ما احلى لونه. حطينا البيكنج باودر، ضل بيكنج والبيكنج سودا وعليها رشة ملح. هون في معلقتين نشا كمان النشا، هذا رح يعطينا هيك قرشة لطيفة للكيك. بس بدي ارجع احركهم مع بعض حتى كله يكون متناسق. يا سلام. مع ان احنا ناخلين الطحين ولكن دائما انا برجع بعمل هاي الحركه. بتقدروا تنخلوا مره ثانيه بس انا ما بدي قوام كيك فيه. يعني اهم شيء عصير الليمون، بدنا نحط هيك كميه جيده من عصير الليمون. ما تخافوا من انه فيه ليمون وكذا، مع السكر وهيك رح يعادل. رح نخلط وبعدين اضيف المواد الجافه شوي شوي. يلا عشان تصير بالتماسك اللي بدي اياه، بس ما بدنا نعجنه. زي ما انتم شايفين انا عم بلم العجينه على بعض، ما بدي اياها كلها تصير زي كانها عجين، بس انه على القليله تتماسك. وفي ملاحظه بحب احكيها انا دائما، انا لما بعمل كوكيز الكل مثلا بيسالني انه مرتبين كل واحدة زي الثانيه، بطول بالي كثير، مش مضطرين اكيد انتم للبيت. بعد ما عملنا كرات زي ما قلت لكم، انا بوزن الكره تكون 35 جرام. اوكي. وبس بعطيها هيك شويه شكل، بحط عليها التشوكليت شيبس. وبما انه فيها لوز، تمام، ايش راح اعمل؟ راح احط، بسم الله الرحمن الرحيم. انت بدك تصفطيهم حبه حبه ولا انا اقول رشي عليهم وخلص؟ لا انا بحب هيك، شايفه، عشان يطلعوا زي هدلاك. بحط اللوز هيك بخليه طالع بهاي الطريقه. بنرجع بنضيف شويه شوكولاته وبنحطها على الصينيه ونتابع. فانا راح اعمل لي كمان وحده اذا بدك تاخذي كمان تعليق. رشينا على نصهم سكر ناعم ونصهم لا. يا سلام. دائما الكوكيز، ما هلا بدي اعمل هيك، دائما الكوكيز يا جماعه لما بنخبزهم لازم يشقروا فقط من تحت، ما تستنوا انهم ياخذوا لون من فوق، بيطلعوا كثير ناشفين. فهلا اذا هاي الكوكي بدي اقسمها انا، بس يرجع عندي الشباب عشان افرجيكم. هلا هاي الكوكي اذا بدي اقسمها هي تشوي، طلعي من جوا كيف؟ يا بيي زي الكيك بتحسيها، ما بتحسيها كوكي ناشفه. ليه؟ لانه زي ما قلت لكم انا بس بشقرها من تحت مش من فوق. فشو بعمل؟ بحطها على حراره 180 ل 8 دقائق بس، لانه انا اصلا حجمهم صغير. ممتاز. ممكن توصل 10 اذا الحجم اكبر، بس ل 12 و15 انسوا، حرام، انسوا الموضوع. صح. فهيك ان شاء الله بيطلع معاكم اطيب كوكيز بتكون بتشهي. انت خلصتي.